إذا مشاهدين، عودة للحديث عن كأس العرب، ويلتحق بنا مرة أخرى مرة ثانية المحلل المصري أحمد صلاح مباشرة من مصر. أنت معنا على المباشر في قناة الجزائر الدولية، أهلا وسهلا بك. طبعا برحب وبرحب بكل العاملين في قناه الجزائر الدوليه، ودايما منورتنا وتحياتي لكل اهلنا في الجزائر وتحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا لك اذا احمد صلاح. اذا بدايه كابتن احمد، ما هو تقييمك لمستوى الجوله الاولى من منافسه كاس العرب؟ وهل تعتقد بان المنتخبات المرشحه فرضت نفسها وقدمت اوراق اعتمادها يعني كمنتخبات مرشحه للتتويج؟ عايز اقول لحضرتك طبعا كان في مواجهه بين المنتخب القطري والمنتخب البحريني، قدر المنتخب القطري ان هو يحسمها لصالحه، كانت مباراه قويه جدا بالنسبه للمنتخبين. وفي طبعا مباراه منتخب الامارات ومنتخب سوريا، قدر المنتخب الاماراتي ان هو يحسمها، وكان يقدر كمان المنتخب السوري ان هو في الشوط الثاني يقدر يعود للمباراه لولا تالق الحارس حارس منتخب الامارات. وبالنسبه للعراق وعمان برضو كانت مباراه قويه جدا، قدر المنتخب العماني يحرز في المنتخب العراقي في منتصف الشوط الاول، وقدر المنتخب العراقي في الشوط الثاني ان هو يرجع للمباراه في نهايه المباراه عن طريق ركله جزاء، وبرضه عمان جابت الهدف برضه عن طريق ركله جزاء. بالنسبه للمنتخب المغربي قدر ان هو يفوز على المنتخب الفلسطيني باربع اهداف نظيفه، قدم عرض هائل جدا امام المنتخب الفلسطيني. والمنتخب الفلسطيني طبعا كان برضه في الفتره اللي فاتت كان برضه عنده نقص وعنده بعض الغيابات. المنتخب السعودي كان بيلعب بالمنتخب اللي هو يعتبر منتخب الاولمبي اللي هو منتخب الشباب، هزم من الاردن 1-0 في مباراه، شايف ان هي مباراه كويسه جدا بالنسبه للمنتخب السعودي لانه بيلعب يعتبر بالشباب، وكانت مباراه هائله جدا بالنسبه للمنتخب الاردني. عايز اقول لحضرتك بعد كده كانت مباراه الجزائر والسودان، الجزائر طبعا استحواذ من اول المباراه، استحواذ كويس جدا على منتخب السودان، قدر ان هو يحرز اربع اهداف. المنتخب الجزائري عن طريق مغداب بو نجاح انه قدر ان هو يجيب هدفين، وعرب هلال السوداني هدف الهدف الرابع، وجمال بالعمري هدف الهدف الثالث. عايز اقول لحضرتك المنتخب الجزائري دخل بالبطوله كابتن بقوه، احمد، نجيب مجرب بصراحه عامل فريق كويس جدا. الخمسه كابتن احمد، الموجودين ما دام تحدثت عن المجموعه الرابعه التي تضم الجزائر ومصر، كيف رايت اداء المنتخبين في الجوله الاولى، وما هي قراءتك للمباراه الجوله الثالثه بين المنتخبين الجزائري والمصري اللي راح تكون ربما حاسمه في طريق الصراع على رياده المجموعه؟ عايز اقول لحضرتك طبعا مواجهه منتخب الجزائر ومنتخب السودان كانت مواجهه قويه جدا. على فكره المنتخب السوداني مش منتخب ضعيف، بالعكس منتخب قوي. في الشوط الاول كان يقدر ان هو عن طريق هجمتين فرصتين كان يقدر ممكن يحرز منهم هدف. المنتخب الجزائري قدر ان هو يسيطر على المباراه، قدر دخل المباراه بجديه، قدر ان هو يحرز اربع اهداف في المنتخب السوداني. المنتخب السوداني عارفين في الشوط الثاني جات له ركله جزاء وتصدى بيها تصدى ليها رئيس مبولحي. عايز اقول لحضرتك منتخب الجزائر بيواصل سلسله نتائجه في الفوز، شايف الخمس لاعبين اللي انضموا من المنتخب الاول للمنتخب المحليين طبعا رئيس مبولحي وبغداد بو نجاح وبليلي وجمال بالعمري وهلال السوداني، انا شايف ان مديهم قوه كبيره جدا للمنتخب الجزائري، سيطر على المباراه بشكل كبير جدا. المنتخب السوداني قدم مباراه يعتبر طيبه بالنسبه لاداء المنتخب السوداني. بالنسبه لمباراه مصر ولبنان، مباراه مصر ولبنان عن طريق تاريخ المواجهات بين المنتخبين، مصر على طول كانت بتكسب المنتخب اللبناني بثلاثه او اربع اهداف. شفنا المنتخب المصري في المباراه دي مستر كيروش ما تعاملش مع المباراه بشكل جيد، لعب على الكرات العاليه. المنتخب اللبناني كان بيلعب بطريقه دفاعيه، قدر ان هو يتصدى للكرات العاليه وتالق الحارس مصطفى مطر حارس المنتخب اللبناني. المنتخب اللبناني كان بيلعب المباراه بحيث ان هو يخرج بنتيجه التعادل او بحيث ان هو ما يتغلبش كتير. في الشوط الثاني مستر كيروش برده ما غيرش من طريقه لعبه، فضلت تلاقيها هي بيلعب بفرد واحد، ودي من المشاكل اللي بتقابل منتخب مصر ان هو بيلعب بفرد واحد. محمد شريف المفروض يلعب بفرودين ما دام هو بيلعب منتخب ضعيف. عايز اقول لحضرتك المواجهات ان شاء الله اللي هتبقى بكره ان شاء الله، منتخب الجزائر هيواجه المنتخب اللبناني، انا شايف ان هي هتبقى مواجهه قويه بين الفرقتين، بس بشبه كبيره طبعا منتخب الجزائر بيتفوق طبعا فنيا وبدنيا. منتخب مصر بكره هيلاعب السودان ان شاء الله في المجموعه الرابعه، برضه هتبقى مواجهه قويه جدا. لو مستر كيروش ما غيرش من طريقه لعبه هتبقى هيواجه مشاكل كبيره جدا، لو لعب مهاجم واحد دي برضه هتقلل فرصه في احراز الاهداف وممكن تخرج المباراه بالتعادل، او ممكن كمان المنتخب السوداني يخطفه بهدف.
فانا شايف المواجهات بكره هتبقى مواجهات قويه جدا. انا عايز اقول لحضرتك برضو يا استاذ خالد ان في فروق كبيره جدا من المنتخبات العربيه الافريقيه والمنتخبات العربيه الاسيويه. شفنا المنتخبات العربيه الافريقيه مصر والجزائر وتونس والمغرب قدروا ان هم يتفوقوا بشكل كبير جدا على المنتخبات العربيه الاسيويه. طبعا لما شفنا فلسطين كابتن احمد اللعبه ان شاء الله. كابتن احمد، اذا الوقت يداهمنا، اذا المحلل الرياضي احمد صلاح كنت معنا على المباشر من مصر عبر قناة الجزائر الدولية، شكرا جزيلا لك. طبعا بشكر حضرتك استاذ خالد، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لقناة الجزائر الدولية ولكل شعبنا واهلنا في الجزائر، وان شاء الله موفقين ان شاء الله، وان شاء الله نشوف مباراة بين مصر والجزائر، مباراة كويسة جدا ان شاء الله، والاقوى هو اللي يكسب ان شاء الله باذن الله. وهو ما نتمناه. اذا كابتن احمد شكرا جزيلا لك.